فيه عدد كبير من الإعلاميين من الصحافة المحلية الجزائرية وكذلك الأجنبية جاءت لتغطية هذا الحدث باعتبار أن الانتخاب وأداء الواجب الانتخابي بالنسبة للرئيس يعتبر مهم جدا، وهذا ما جعل الصحافة الجزائرية تحضر بقوة لتغطية الحدث. إذن الأجواء هنا في مدرسة البشير الإبراهيمي هي تعرف تغطية أمنية كبيرة منذ الصبيحة، وإذا قلت الانتخابات المحلية في الجزائر إذا تكتسي أهمية بالغة زميلتي جاهدة. إذا هذا الحدث هو مهم كثيرا ومهم لدى الجزائريين باعتبار أن انتخاب المجالس الشعبية البلدية وكذلك الولائية لديها علاقة مباشرة بالمواطن، لديها احتكاك، الأميال لديهم احتكاك مباشر بالمواطن، وهذا ما يجعل هذا الحدث مهم بالنسبة للجزائريين. الحملة الانتخابية عرفت نشاط من قبل الأحزاب السياسية في محاولة منهم لاستماتة الناخبين، في محاولة منهم لاستماتة جلب المواطنين لأداء الواجب الانتخابي، محاولة إقناعهم بالبرامج لأداء الواجب الانتخابي. إذن هو تحدي كبير ربما لإقناع المواطنين، كان تحدي كبير لإقناع المواطنين بأداء الواجب الانتخابي، واليوم سيكون فاصلا في مدى تلبية المواطنين لهذا النداء. إذا قلت جهيدة، إذا الحدث مهم كثيرا، والحيوية هنا والحركة كثيفة أمام مدرسة البشير الإبراهيمي. نعم. في انتظار وصول رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة لأداء واجبه الانتخابي، في انتظار ذلك سنوافيكم بالجديد في حينه. نعم. الزميل رياض بوزينة كنت معنا من مدرسة الشيخ البشير الإبراهيمي بالبيارج.